نعم، هناك ذكرنا العملة وانهيارها، هناك طوابير من الناس يصطفون للتدفئة وللنفط من أجل التدفئة في إيران. ألا تعتقد أو من الممكن أن يكون النظام الإيراني هو من افتعل هذه الأحداث لإبعاد الإيرانيين عن موضوع الاحتجاجات وإلهاهم في الأشياء المعيشية والأشياء اليومية، أم هو فعليا من القرارات الدولية الأخيرة التي تضغط النظام الإيراني وتجبره على التراجع عن قتل وإعدام المحتجين؟ لا، بالنسبة للموضوع أستاذ الكريم ومشاهديكم الكرام، علينا أن نشير أنه قضية الصناعة وقضية المنشآت يعني الغاز والنفط وحتى صناعة السيارات وغيرها، هذا طبعا لا يرتبط بقضية الحصار، لأنه إيران تدعي أنها لديها كثير من الخبرات الصناعية والاستخراجية يعني. فبالواقع القضية وما بها النظام هو داخليا هش. النظام قضية الصناعة الموجودة والثروات الموجودة خاصة النفط والغاز، ونحن شاهدنا يعني مرارا وكرارا كيف تنغل هذه المادة فوق مهمة الاستراتيجية للمصروف الداخلي، وحتى المتظاهرين أعلنوها في مظاهرات سابقة واحتجاجات سابقة أنه تنقل هذه الثروات لاستخدام الميليشيات لحزب الله والنظام السوري وغيره وحتى للحوثيين، ومحروم منها هذه الشعوب. الآن النظام الإيراني هو جاء يعني يصادر هذه المادة الغاز والنفط إلى حلفائه ويستورد بها الدولار ويستورد بها العملات الصعبة. بالواقع المشكلة الآن هذه الصناعات هي معطلة بسبب هشاشة هذه المؤسسات، أن النظام الإيراني لم يطور بها ولم يعني يأتي بتقنية لتعديلها أو تصليحها. فحقيقة بالعكس، هذه الحالات اللي الآن حاصلة هي تصب بصالح الناس يعني وضد يعني ضد النظام، أنه المواطنين سيخرجون باحتجاجات ويخرجون بمسيرات من أجل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها. اليوم النظام الإيراني عطل المدارس، عطل الكثير من المؤسسات بسبب عدم وجود مادة الغاز لاستخدامها للتدفئة. ناهيكم عن البنزين وعن المواد الأخرى لتحريك السيارات. فحقيقة دليل هذا واضح أن النظام الإيراني فشل بكل شيء، فشل في حتى تهيئة أقل يعني القضايا التي تخدم العائلة وتخدم المجتمع وهي موجودة في البلاد، يعني الغاز والنفط والمواد الأخرى إيران لا تستوردها بل هي تخرجها داخل الأراضي، طبعا الأحواز المحتلة وهي كلها في الأحواز المحتلة ويعني تنتجها. ولكن النظام عجزه العلمي وعجزه الصناعي حقيقة هو سبب في هذه المشكلة الذي اليوم تواجه كل الشعوب في عموم جغرافية باكستان.